هم متظاهرون من نوع خاص، استذكروا بطريقة مختلفة شهداءهم من خلال لوحات فنية صنعتها أيديهم، فرسموا خريطة العراق مطرزة بالعلم، وعليها خطوا أسماء الشهداء الذين روت دماؤهم أرض كربلاء المقدسة، أرض الإمام الحسين حملتها بالونات في الهواء، موجهين رسالة إلى العالم مفادها إن هذه الأسماء لن تمحى على مدى التاريخ. احنا متظاهرين من نوع خاص، ما نتظاهر بصوتنا، نتظاهر بالفن التشكيلي مالنا. احنا جسدنا خارطة العراق اللي تعبر عن السلمية، تعبر عن كافة اهداف الثورة واستذكارا لدماء الشهداء. تطلع هذه الخوارط بالعلم العراقي وتطير بالبالون. اصحاب المبادرة قالوا انهم مستمرون بالتواجد في ساحة التظاهر، وإن فنهم التشكيلي سيبقى يروي ما يحدث. هم شباب واعي ومثقف، وهذه رسالة للعالم كل بأن الشهيد اللي سقط على الأراضي العراقية سواء بالجبهة أو بساحات التحرير هم راح يظلون يتجسدون للعالم كل، أن هم اسمهم راح يظل رمز للتاريخ مثل ما ظلت أسماء أهل البيت وأسماء هواي اللي ضحوا عن بلدهم عبر التاريخ، فهم راح يظلون اسم مسمى وذخر على جميع العالم. احنا هذا المشروع مباشرنا به مبادرة رموز خارطة اللي راح نرسمها، راح نكتب عليها اسماء الشهداء ونطلقها بالونات ان شاء الله. عرضنا لهذا اليوم مهرجان العالم وباقينا مستمرون ان شاء الله. وبحسب مختصين فإن الفن التشكيلي العراقي له تاريخ عميق جدا، وهو موغل بالقدم ويرتبط بالحضارات التي شهدها العراق، حيث كانت الكهوف مليئة بتلك الرسومات التي تعبر عن التحضر المجتمعي في تلك العصور، التي عدت الفن سبيلا من سبل تمدنها وحضارتها وانفتاحها على العالم.